يسعد مساكم جميعا من ربدان للتطوير العقاري. اليوم ان شاء الله راح اتكلم عن مشروع ناس ثلاثة التابع للمطور العقاري ربدان، بس في البداية خليني اتكلم من هم ربدان، من ثم ان شاء الله راح نتكلم عن تفاصيل المشروع. ربدان هو سابقا او لعدة سنوات كان مقاول، من ثم حب انه يدخل في التطوير العقاري وبدأ في مشروع ناس واحد، ناس اثنين. ناس اثنين يعتبر من أكثر المشاريع في منطقة أرجان من ناحية الإيجارات، والآن عم بيطرحوا ناس ثلاثة. لو تكلمنا عن تفاصيل المشروع، بداية موقعه فهو في منطقة حيوية أو جزء حيوي من منطقة أرجان، فطبعاً احنا بنتكلم تقريباً دقيقة فقط عن شارع محمد بن زايد، دقيقتين عن شارع حصة، 15 دقيقة عن المارينا، 20 دقيقة عن الداونتاون وبرج خليفة، وثلاث دقائق مشي عن حديقة الزهور والفراشات. هذا بما يخص الموقع. المشروع نفسه هو عبارة عن أرضي، من ثم طابقين مواقف، 12 طابق بيحتووا على استوديوهات، غرفة وصالة، غرفتين وصالة، غرفتين وصالة دوبليكس، وثلاث غرف وصالة. جزء كبير من الوحدات تيجي مع مسابح خاصة، وإحنا بنتكلم عن مسابح وليس جاكوزي، فتقريبا يوصلوا من 3 متر ل 3 متر أو من 3 متر إلى 4 متر. طبعا تتنوع في المرافق ما بين الطابق الأول والتوب روف، طبعا متعددة توصل تقريبا إلى أكثر من 15 مرفق خدمي. كذلك بما يخص الطابق الأرضي، طبعا في عنا الباب الرئيسي راح يكون في مجموعة من المحلات التجارية، وهي طبعا بتعطي قيمة أعلى للمبنى. خلينا ناخذ فكرة أو نبذة عن التشطيب الداخلي، لأنه قلت لكم التشطيب راح يكون مميز جدا. الوحدات حتكون شبه مفروشة زي ما انتم شايفين، تشطيبات الحمامات الله يعزكم، تشطيبات اللوبي في المبنى، تشطيبات المطابخ وغرف النوم، تشطيبات الجيم، الجيم راح يكون طبعا تكنو جيم، وعندنا هون تشطيبات الممرات. هذا تقريبا باختصار بما يخص المشروع. طبعا اللي بيميز كمان المشروع هو جدول دفعاته اللي بيمتد الى 30 شهر ما بعد التسليم. تسليمه طبعا راح يكون كمان في الربع الثاني من 2026. هذا تقريبا باختصار عن ناس ثلاثة. اللي مهتم يتواصل معي وان شاء الله بنخدمه في عيوننا.